يا مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. مرحب بحضراتكم وحلقة جديدة وموضوعات مختلفة وأخبار مختلفة هتكون معانا في حلقة النهاردة. سعداء بمتابعة حضراتكم لينا، وخلوني في البداية أرحب بمايكل. إزيك يا مايكل؟ إزيك يا سينا، أحب أرحب بيك وأرحب بالسادة المشاهدين. والحقيقة النهاردة الحلقة عندنا الكثير من الأخبار والقضايا اللي بتهم الشارع المصري، وعندنا ملف هنطرحه ونتكلم فيه، ويمكن يعني بعض منكم يعني عانى منه أو سمع ناس بتعاني منه، وفكرة الجرائم الإلكترونية، يعني فكرة الحاجات اللي بتحصل على الإنترنت اللي من شأنها أن هي تكون بتستفزني مثلا بشكل أو بآخر، مثلا أو ناس بتحاول أن هي تاخد بيانات عني، ناس بتحاول أن هي تكون بتحاول تسرق مثلا حاجة زي الكريدت كارد أو الفيزا بتاعتي. جرائم إلكترونية كتير ممكن نكون بنتعرض لها، وعشان كده النهاردة في فقرة هنكون بنتكلم فيها عن الموضوع ده. إيه رأيك يا حسين في الموضوع ده؟ يعني تعرضتيله بشكل أو بآخر قبل كده ولا؟ أنا أعتقد يا مايكل أن مش كلنا عارفين أن في حاجات معينة لما بتحصل بتكون دي جريمة أو مصنفة عندنا في القانون المصري ان هي بالزبط. جريمه بالزبط. يعني ممكن نكون عارفين ان بره في الدول المتقدمه علشان سابقنا شويه في التكنولوجيا والكلام ده كله ممكن يكونوا بيتحاسبوا على اي حاجه على مواقع التواصل او على الانترنت بصفه عامه، لكن بالزبط. عندنا هنا في مصر بقى ثقافه ان ممكن يكون فكره الابتزاز هي جريمه، فكره ان حد ياخد الكبيرة. معلوماتي حتى ممكن اقول الحاجات الكبيره احنا شايفين هي جريمه بس في حاجات اصلا ممكن تبقى صغيره هي المفروض تكون جريمه. يعني مثلا فكره ان انا مثلا اجيب ملفات مثلا سواء كانت افلام او سواء كانت برامج او سواء كانت اي حاجه بطريقه غير شرعيه، هي دي المفروض في حد ذاتها جريمه اصلا. صحيح. فلو انا مثلا موجود في بلد تانية مثلا ممكن يكون فيها تطبيق مثلا للقوانين بشكل مختلف او الناس فاهمه القوانين دي بشكل مختلف، فممكن يقول مثلا دي جريمه واضحه جدا، بس لسه مثلا الثقافه ممكن ما تكونش واضحه عندنا، فتلاقي في ناس بتعمل ممارسات وهي مش عارفه في الاخر ان دي في الاخر جريمه. ده حقيقي. فعشان كده احنا حابين برضو نسمع من المشاهدين اذا كانوا هم على درايه ان ممكن تكون في حاجات اتعرضوا ليها بتعتبر جريمة إلكترونية، اكتبوا لنا في التعليقات ايه ممكن تكون الجرائم او الانتهاكات او حتى الابتزاز اللي حصل عن طريق وسيلة إلكترونية، عن طريق مواقع التواصل او اي حاجة إلكترونية حتى من خلال الموبايل. كل الكلام ده عايزين نعرفه من حضراتكم، ان قولوا لنا صورة اكتر واكتبوا لنا في التعليقات على البث اللي شغال دلوقتي على سي تي في ايجيبت. نبدأ أخبارنا النهاردة وأهم وآخر التطورات واجتماع مهم للرئيس السيسي. طول الوقت بيكون حريص أن هو يتابع المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي تحديدا والتوسع في الرقعة الزراعية. احنا عارفين ان الدولة الفترة دي بتركز بشكل كبير جدا على الزراعة في مختلف الاماكن علشان يتحقق لنا الاكتفاء الذاتي من خلال التنمية الزراعية. في اجتماع النهاردة الرئيس كان بيتابع المشروع القومي العملاق للانتاج الزراعي الدلتا الجديدة. هو مشروع عملاق جدا بيحتوي جواه على مشاريع مختلفة زي مشروع مستقبل مصر، واللي كان الرئيس السيسي طول الوقت بيتابعه ايضا بشكل يعني محدد أكتر. خلينا نقول لحضراتكم أن الرئيس وجه أن يكون طول الوقت في استمرار في تعزيز جهود استصلاح الأراضي الزراعية، يعني نقتحم الأماكن اللي احنا لسه ما وصلناش ليها ونوسع الرقعة الزراعية. يعني كنا قبل كده اتكلمنا كمان في فقرة من فقراتنا عن الموضوع ده، أن في توسع أفقي وفي توسع رأسي، بحيث أن ممكن نوسع في المساحة اللي احنا بنزرع فيها، وممكن يكون كمان بنوسع في إنتاجية الفدان نفسه اللي ممكن بنزرعه. يعني كل الكلام ده الدولة حريصة أن هي تشتغل عليه، وطبعا بتوفر لي الموارد المائية، بتوفر لي الطاقة الكهربائية، مشاريع عملاقة الدولة يعني بكل تأكيد بتشتغل عليها بشكل دقيق جدا، وكمان بتوفر ليها المحاور أو حتى الطرق علشان نقدر نوصل ليها. وكمان لو في مستثمر عايز يشارك الدولة في استثمار يعني هذه الأراضي الزراعية، كمان بيسهلوا عليه فكرة الدخول والمشاركة مع الدولة في المواضيع دي. من الأخبار برضو الموجودة معنا النهاردة يعني، وخبر ليه علاقة بحاجة أو حادثة شهيرة حصلت معنا قبل كده، وهي فكرة صفر المونديال. يعني مش عارف السادة المشاهدين لو أنتوا تتذكروا في 2010 كانت مصر بتحاول تنظم إن هي تكون بتنظم كأس العالم يعني في 2010، وكان المفروض إن في زي ترشيحات يعني تحصل، وإحنا كنا المفروض على حسب كام حد هيرشحنا يعني من الناس الموجودين في اللجنة كنا ننظم كأس العالم أو لا. وللأسف ساعتها طبعا مصر ما فازتش بأي صوت، واتقال ساعتها ده لقب صفر مونديال. ومن ساعتها الصراحة
احنا كلنا كنا متضايقين وحابين ان احنا نكون بنتطور اكثر في المجال الرياضي. وطالما احنا بنتكلم على حاجه اسمها جمهوريه جديده، وطالما بنتكلم على حاجه اسمها العاصمه الاداريه الجديده، وطالما احنا عندنا توجه ان احنا نكون بنبني الدوله في اتجاهات مختلفه، فكان من الطبيعي جدا برضو ان احنا نبص لقطاع الرياضه. فلقى النهارده ان كان في اجتماع مهم جدا كان بيرأسه الرئيس السيسي، واجتماع كان قايم على فكره واحده بس، وهي فكره مدينه مصر الالعاب الاولمبيه. ودي يمكن هدفها او يعني هدف المدينه دي ان احنا يكون عندنا مدينه متكامله رياضيه، فيها ملاعب وفيها استادات، فيها كل التجهيزات اللي محتاج مدينه رياضيه ان هي تكون موجوده فيها. والمؤتمر اللي كان موجود النهارده او الاجتماع اللي كان موجود النهارده اعتذر الاجتماع اللي كان موجود النهارده كان بيحتوي على الكثير، او يعني كان في كثير جدا من المسؤولين. فلان كان في برضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه، دكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط، الدكتور محمد معيط وزير الماليه، الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه، امير اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه تخطيط عمراني، اللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه شؤون الماليه، اللواء اركان حربي ايهاب الفارق رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. فالعديد من المسؤولين اللي هم كلهم مهتمين او اللي هم كلهم يعني منوهين ان هم يكونوا بيتابعوا في هذا الملف. السيد الرئيس بقى قرر او يعني كان بيتكلم يعني في هذا الاجتماع على ان احنا محتاجين ان احنا نخلص من المدينه الرياضيه دي في اقرب فرصه ممكنه، ما نتعداش الوقت المحدد ليها، وكمان يكون فيها كل التجهيزات اللازمه ان احنا نكون بنستضيف فيها دورات يعني دورات رياضيه عالميه يعني ان شاء الله في المستقبل، يعني بحيث ان ما يتكررش حاجه زي صفر المونديال دي بعد كده. برضو التوجه الرئاسي ان هو يكون موجود مدينه رياضيه زي كده، مش بس فكرتها يعني جذب الاستثمار او جذب مثلا الرياضات الثانيه ان هي تكون موجوده هنا، لا كمان هدفها برضو ان هو يكون بيخلق فرص عمل للشباب اللي هم يشتغلوا في مدينه رياضيه زي كده، او الناس اللي هتكون بتديرها، او الناس القائمه على عمليه الاداره المستدامه ليها، واللي تتبع في الاخر نفس الفكره بتاعه التنميه المستدامه اللي موجوده دلوقتي في مصر. من الحوادث المؤسفة جدا اللي حصلت الأيام اللي فاتت، حادثة بشعة حصلت في دولة نيجيريا، ومصر النهاردة بتعرب عن إدانتها بأشد العبارات لهذه الحادثة والهجوم اللي تعرضت ليه كنيسة في نيجيريا. وقت القداس الصباحي يوم الحد اللي فات هاجم مسلحين الكنيسة وهاجم المصلين، وللأسف يعني راح ضحية هذا الهجوم العشرات من الضحايا وكمان العشرات من المصابين. حادثة أليمة جدا أدانتها النهاردة مصر، ووزارة الخارجية في بيان رسمي ليها وقالت عربت مصر حكومة وشعبا عن صادق مواساتها وخالص تعزيها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدة على تضامنها الكامل مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الأليم. حادثة صعبة جدا، طبعا بنعزي كل يعني أهالي الضحايا وأسرهم، وطبعا بنعزي كل دولة نيجيريا في هذا الحادث الأليم. أكيد تعزينا كل دولة نيجيريا وكل الشعب الشقيق. نرجع برضو للأخبار اللي ليها علاقة بتطوير السياحة المصرية يعني، أو تطوير الملفات المصرية المهمة واللي من ضمنها السياحة. فنلاقي برضو النهاردة كان في اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، فكرته الأساسية استعراض مسودة استراتيجية لتطوير السياحة المصرية. احنا عشان نطور السياحة المصرية محتاجين ان احنا ما نبصش للموضوع بعين بس المسؤولين والحكومات بس، ونجيب شركات المفروض تكون متخصصة اكتر في هذا الإطار، تكون بتدلنا زي بيانات او تكون بتدلنا زي خريطة للطريق نمشي عليها. وده اللي حصل بالفعل على فكرة من فترة كبيرة، يعني الكلام ده حصل من سنة 2007 ل 2009 ولكن توقف بعد كده. جون برضو امبارح كان قعد الدكتور مصطفى مدبولي مع هيئة او يعني هيئة يعني مكلفة بان هي تكون بتقدم مسودات استراتيجية غرضها التطوير، والهيئة دي كانت جاية بتكليف من الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار، وابتدوا ان هم يعرضوا كده زي الملفات اللي احنا المفروض نكون بنشتغل عليها لتطوير السياحة المصرية او لتطوير السياحة يعني، واللي المفروض كانوا شغالين فيها في الدراسة دي بقالهم 18 شهر. الجدير بالذكر ان الهيئة دي الهيئة اللي هي المكلفة بان هي تتابع في هذا الملف، هي اصلا يعني جنسياتها مختلفة، يعني هيئة ليها جنسيات إيطالية، جنسيات إنجليزية، باقي جنسيات أوروبية. هيئة معروف عنها فكرة ان هي بتكون بتحاول تاخد ملف مثلا زي ملفات السياحه وتكون بتطوره في بلاد مختلفه، واحنا كنا يعني كنا استخدمناهم قبل كده وبنستخدمهم برضو دلوقتي بعد الثوره بتاعه 2011 علشان برضو نحاول ان احنا نحط خطط استراتيجيه ليها علاقه بالنهوض بالسياحه. كمان بعد ما اليوم خلص يعني وبعد ما الاجتماع ده خلص، امر يعني الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل بقى لجان العمل النوعيه اللي المفروض بقى تاخد بقى كل الكلام وكل الاستراتيجيات دي وتبتدي تحط اليات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات. فطبعا يعني فكره ان احنا نهتم بالسياحه المصريه ونجيب شركات متخصصه ان هي تكون بتعمل حاجه زي كده
كده، وتكون بتدي لنا زي استراتيجيات ممكن نمشي عليها. فدي طبعا يعني حاجه من الحاجات المبشره جدا في مجال السياحه. طبعا يعني على الرغم من ان احنا محققين بالفعل في الفتره الاخيره ارقام كويسه جدا في قطاع السياحه، ولكن فكره ان احنا برضو عايزين نفتح السوق السياحي اكتر عندنا ونستوعب جنسيات مختلفه وجايبين اهل الخبره، يعني خلينا نركز على النقطه دي، نقطه مهمه جدا ان احنا جايبين لجنه استشاريه فيها جنسيات مختلفه، ايطاليين، امريكيين، اوروبيين، فاحنا عندنا حتى تنوع في اللجنه علشان الرؤيه تكون اشمل وبتستهدف اسواق مختلفه بدون اي تحيز لدوله ما. يعني بالظبط دي نقطه مهمه جدا. من السياحه خلينا نروح للانفاق، وتقريبا كل الناس اللي بتروح سينا او يعني المحافظات يعني زي شرم الشيخ او دهب وكل الاماكن دي، لما بتيجي تسافر للاماكن دي بتعبر الانفاق في المنطقه دي تحديدا اسفل قناه السويس، او يعني بتستخدم برضو المعديات او الكباري اللي تم اقامتها. بيبقى فيه شويه صعوبات بتقابل الناس سواء افراد او كمان بضايع علشان يعبروا المكان ده، فبالتالي الدولة كانت بتاخد الموضوع ده بعين الاعتبار علشان تسهل عملية الدخول في الأنفاق ومرور الأنفاق بشكل سريع وبشكل سلس، وده اللي النهاردة أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع لي، علشان يتم تبسيط وتسهيل الإجراءات مع مختلف طبعا الجهات المعنية بالموضوع ده. وبالفعل الفترة اللي فاتت استعرضوا خلال الاجتماع اللي حصل بالنسبة لوضع الأنفاق، يعني بقى في تخصيص لأماكن مرورية للسلع الغذائية بس، كمان بقى في زيادة للآلات أو الأجهزة زي الإكس راي، أو كمان يعني الأجهزة اللي هي بتستخدم بشكل يدوي علشان يفحصوا البضائع أو الأفراد علشان عملية المرور تكون أسهل وأسرع. فبالتالي يعني الدولة كانت حريصة أنها تشتغل على ملف زي ده، وأعتقد أن ده هيسهل جدا عملية مرور البضائع والأفراد. بالضبط، يعني هو أصلا يعني فكرة أن احنا كنا نعدي مثلا على الكمائن اللي هي مخصصة علشان كشف مثلا على مفرقعات أو كشف على المواد المتفجرة او كده، دي كانت بتاخد يعني وقت طويل، ففكر ان احنا عملنا اكس رايز، فدي حاجه المفروض ان هي تسهل شويه الطريق او ان هي تساعد شويه الناس ان هي تعدي بسرعه. فكره ان احنا عملنا ممر مخصوص لفكره المواد الغذائيه دي تساعد برضو ان في عربيات دايما رايحه وجايه في كل يوم تقريبا يعني، فاحنا برضو سهلنا لها. ففكره ان احنا برضو يعني بنحاول ان احنا نعلي كفاءه طرق معينه، هي فكره كويسه جدا تتماشى مع فكره ان احنا بنعمل اصلا طرق جديده. يعني برضو من الاخبار الموجوده معانا النهارده، من الاخبار المهمه جدا يعني، ان مجلس النواب وافق على خفض التعريفه الجمركيه ل 74 صنف. هو طبعا انتوا عارفين ان في حاجه اسمها التعريفه الجمركيه، وفي السعر بتاع الدولار لما ابتدى ان هو يزيد، وفي سعر التعريفه الجمركيه ابتدى يتغير، وفي شويه سلع اصلا زادت التعريفه الجمركيه بتاعتها، بس ده كان زاد علشان كنا بنحاول ان احنا نحافظ على المنتج المصري. يعني في منتجات مصريه احنا عايزين المواطن المصري يكون بيستهلكها اكتر، فابتدينا ان احنا نرفع التعريفه الجمركيه في المنتجات المنافسه ليها اللي جايه من بره علشان نحافظ على منتجنا المصري. لكن برضو في منتجات مش هنعرف ان احنا نستبدلها ونجيبها من بره، او يعني لازم هنجيبها من بره في وقت من الاوقات، يعني زيها زي مثلا العديد من الادويه او مواد غذائيه معينه. وعشان كده وافق مجلس النواب برئاسه المستشار الدكتور حنيف الجبالي ان هم يبصوا تاني على الخطه واللي تم فيها الاتفاق، ان يعني بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هم يكونوا بيخفضوا التعريفه الجمركيه لبعض السلع. السلع دي وصل عددهم ل 74 صنف، وغالبا ال 74 صنف دول احنا فعلا يعني ما كانش عندنا يد ان احنا نكون بنصنعهم بشكل او باخر، وفكره ان احنا نقلل التعريفه الجمركيه بتاعتها المفروض ان هو في الاخر هيقلل من ثمن السلع دي بالاستهلاك بتاعها. فمع حتى زيادة الأسعار مثلا، أو مع زيادة أسعار الدولار مثلا، أو مع عدم استقرار سعر الدولار الموجود، ففكرة أن أنت بتخفض أسعار جمركية لسلع أنت شايف أن هي أساسية في البلد وتفضل محافظة على ثباتها، فدي فكرة كويسة جدا جدا. المفروض أن هي في الآخر تترجم برضو أن الأسعار بتاع المواد الأساسية دي تكون ثابتة. كمان نقطة ان احنا بنخفض يعني جزء من التعريفة الجمركية ل 74 صنف، خلينا نوضح برضو للمشاهدين ايه طبيعة الاصناف دي وليه هيحصل تخفيض في التعريفة الجمركية الخاصة بالاصناف دي. يعني مثلا العربيات اللي هتشتغل بالكهرباء او بالغاز، لو المكون المحلي فيها نسبته يعني بتكبر بنفس يعني الحجم او بنفس المقدار، يعني نسبة التخفيض في التعريفة الجمركية هتبقى اكبر. يعني كل ما زاد المكون المحلي كل ما زادت يعني انخفاض في التعريفة الجمركية، وده علشان نشجع التصنيع المحلي زي ما احنا كنا لسه بنقول، وفي نفس الوقت علشان برضو يعني نخفف من على عاتق الناس اللي هي بتساعد ان احنا نوطن الصناعات وان احنا نطور من صناعات مهمة زي العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء وبالغاز كمان.
خبر بقى مهم جدا، وكنا أعلنا لحضراتكم يوم يعني اللي احتفلنا فيه بمرور 88 سنة على وجود الإعلام في مصر، واللي كان تم الإعلان عن إن هيكون في إطلاق لقمر صناعي مصري جديد تحت اسم نايلسات 301. خلاص القمر تم الإعلان إن هو إطلاقه بكرة من فلوريدا، ولاية فلوريدا في أمريكا، وهيكون الساعة 5:03 تحديدا بتوقيت ولاية فلوريدا، وبتوقيت مصر الساعة 11 مساء و3 دقائق. ده هيكون موعد إطلاق القمر الصناعي الجديد نايلسات 301، ده وفقا طبعا لما أعلنته الشركة المصرية للأقمار الصناعية. خلينا نقول لحضراتكم أن القمر ده تصنيعه بس استغرق 2.5 سنين، وهو من المستهدف أنه يكون بديل للقمر الصناعي نايلسات 201. طيب ليه هو هيكون بديل ومش هيشتغل معاه؟ علشان كل قمر صناعي بيكون ليه عدد سنين افتراضية بيشتغل فيها، وبعد كده بينتهي عمله وبيكون فيه قمر صناعي بديل. فبالتالي القمر الجديد 301 هو هيكون بديل ليه 201، ولكن طبعا يعني وفقا بقى للتطور التكنولوجي الحاصل، فأكيد هيكون فيه إضافات أكتر في القمر ده، ويكون في تطور أكتر علشان يستوعب نطاق أوسع ويستوعب خدمات أكتر يقدمها لكل الشركات ولكل يعني المستهدف من القمر ده. خلينا نقول إن هو هيكون بيضم 38 قناة قمرية، ولكن 201 كان بيضم 26 قناة قمرية، فاحنا شايفين الفرق في الأرقام ما بين الاثنين. كمان زي ما قلنا هيتوسع في نطاق التغطية، فهيشمل دول جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، يعني بالتالي كمان المستفيدين من القمر ده هي أفريقيا كلها، مش بس مصر زي ما احنا لسه كنا بنقول. يعني الفايدة هي أوسع، فايدة هي أكبر، وفكرة إن مصر تقدم خدمة زي كده للقارة الأفريقية طبعا دي نقطة مهمة جدا. كمان هيشمل ان هو يقدم خدمات الانترنت علشان توسع تغطية الجمهورية، جمهورية مصر العربية، يشمل بقى المدن الجديدة، لان احنا طبعا في السنين السابقة المدن دي ما كانتش موجودة، دلوقتي احنا عندنا مدن جديدة، فطبعا لازم تكون مأخوذة بعين الاعتبار واحنا بنطلق قمر صناعي جديد، فهيكون نطاقه بيستوعب المدن الجديدة وكمان حقول البترول حتى اللي موجودة في شرق البحر المتوسط، تحديدا حقل زهر. كل الكلام ده هو من المستهدفات الخاصه بالقمر الجديد. طبعا يعني ده خبر يعني احنا كلنا مستنيين على فكره، وخبر مهم جدا على فكره، وفكره ان احنا رابطين بقى القمر الصناعي الجديد بالانترنت او بخدمات الانترنت اللي المفروض تكون معززه اكتر في قمر صناعي جديد زي ده، فاكيد طبعا ده هيكون ليها دور زي ما انت قلت كده في ان احنا نكون بنعزز صناعات معينه ممكن ما يكونش وصل لها خدمات الانترنت بشكل كويس، بس انترنت القمر الصناعي يكون بيساعدها بشكل افضل. يعني من برضو الاخبار المثيره جدا والمهمه جدا النهارده، تعرفين كل شوية احنا بنبقى عايزين نتساءل على اداء الاقتصاد المصري عامل ازاي، ولما بنطلع تقارير احنا من عندنا دايما الناس بتقول طب التقارير دي مصدرها منين، طب التقارير دي واصلة لغاية فين، ايه السندات اللي قامت عليها كل هذه التقارير وهكذا، لغاية ما البنك الدولي كل شوية بيقعد يقيم اداء الدول اقتصاديا. فالبنك الدولي كان مقيم اداء مصر عامة يعني في السنة دي المفروض ب5.9%، ورفع يعني رفع التقدير بتاعه او رفع التوقع بتاعه ل6.1%، والرفعه دي جت نتيجه ان البنك الدولي لقى ان مصر بتتصدى بشكل كويس جدا لملفات مهمه جدا زي ملف الكورونا اللي احنا كنا موجودين فيه، ملف الاوميكرون او جائحه اوميكرون اللي جت بعد كده على العالم، وقال كده في التقرير ده ان مصر من الدول او يمكن هي الدوله الوحيده اللي بتستورد نفط وما تاثرتش بشكل كبير بفكره التغيرات اللي حصلت من تطورات ليها علاقه بكورونا او ليها علاقه باوميكرون او ليها علاقه بكل الكلام ده. فصراحه يعني فكرة أن البنك الدولي يكون بيشيد بأداء الاقتصاد المصري بالشكل ده، وكمان يعني كان مدي زي إحصائية كذا من شايفين برضو أن في 2023 نتوقع نمو بنسبة 4.8%، في 2024 نتوقع نمو بنسبة 5%، فكل الكلام ده يعني بيحسسنا أكتر أن احنا ماشيين على الطريق الصحيح، أو بيحسسنا أكتر أن احنا المفروض نكمل في كل الخطوات اللي احنا بنمشي فيها دي، وكمان المفروض نكبرها أكتر وأكتر من كده. كمان معانا على التليفون، معانا مداخلة هاتفية يعني، دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هيكلمنا أكتر عن الموضوع ده. ازاي حضرتك يا دكتور؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. مساء النور يا دكتور، حضرتك شايف ازاي توقعات البنك الدولي؟ هو بدايه عمل طبيعي انه المؤسسات الماليه الدوليه زي سواء البنك الدولي او صندوق النقد او حتى مؤسسات التصنيف الدوليه مودز وستاندر وكافه هذه المؤسسات، الحقيقه مهم انها تقيم الاقتصاديات في اوقات صعبه. تمام. وبالتاكيد الاقتصاد العالمي بيمر بظروف صعبه للغايه خلال الاشهر الماضيه بفعل الحرب المشعه حاليا في اوكرانيا وسابقه بالتاكيد جائحه كورونا، وبالتالي هي امر منطقي انه هذه المؤسسات تعدل من تقييمها كل فتره.
ما يتعلق بالاقتصاد المصري وما يتعلق بالتقرير الاقتصاد عن البنك الدولي، هو الحقيقه زي ما حضرتك اشرت هو كان بيقدر معدل النمو الاقتصادي خلال هذا العام انه هيكون 5.9%. ثم جاء الارقام الفعليه اللي اتحققت خلال الثلاثه اتبع الاولى من هذا العام لتدعم فكره انه معدل النمو الاقتصادي يتخطى المعدل المقدر او المتوقع من قبل البنك ده. اخذ في الاعتبار انه تقدير الحكومه المصريه انه معدل النمو الاقتصادي هيكون 6.2%، وبالتالي لما يتحقق ثلاث ارباع ان احنا الحقيقه نتخطى هذا الرقم كان امر منطقي انه البنك الدولي يعدل من سقف تقديراته او توقعاته فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي المصري اللي قدره في حدود 6.1%، لكن اعتقد انه فعليا على ارض الواقع بانتهاء الربع الاخير يمكن ان يكون معدل النمو الاقتصادي اللي بيتحقق اعلى من هذا، وده الحقيقه بيصب في مصلحه انه الاقتصاد المصري يتجه لمزيد من التحسن من وجهه نظر المؤسسات الماليه الدوليه، اخذا في الاعتبار ان المؤسسات الماليه الدوليه دي هي اللي بتساند الاقتصاد المصري في مشروعات متعدده، خاصه محفظه البنك الدولي الحقيقه اللي موجوده في مصر هي بتساهم في العديد من المشروعات القوميه اللي بتخدم على عدد كبير من المصريين، واخذا في الاعتبار ايضا انه ما يصدر من تقارير من البنك الدولي بيكون محط اهتمام وزاره مؤسسات الاصطناعي العالمي. طيب دكتور، مهم نسال حضرتك على المستهدف، هل التوقعات والارقام اللي البنك الدولي بيقولها النهارده دي بتتوافق مع المستهدف بالنسبه للدوله المصريه؟ ما احنا قلنا انه اقل من المستهدف، لانه بتقديرنا انه احنا هنحقق معدل النمو الاقتصادي تقدير الحكومه المصريه انه هيبقى 6.2%. وبالتالي البنك الدولي لما رفع سقف تقديره من 5.9 ل 6.1 يبقى معنى كده انه هو ما زال تحت المتوقع من قبل الحكومه المصريه، واتصور او اتوقع شخصيا انه معدل النمو الاقتصادي هذا العام كمان ممكن ان يتخطى 6.2%، يعني ممكن يكون 6.3% في دول الارقام اللي اتحققت خلال الثلاثه ارباع الماضيه. دكتور هشام، طيب عندي سؤال لحضرتك يتعلق بقى بفكره الاستثمار، هل توقعات البنك الدولي دي هل المفروض ان هي تكون بتشجع دول معينه ان هي تكون بتستثمر في مصر، او ان هي تكون يعني بتشغل فلوسها يعني عندنا بشكل امن يعني او اكتر؟ بالتاكيد، وكما اشرنا انه هذه التقارير البنك الدولي او سوق النقد او مؤسسات التصنيف موديلز وستاندرد وفيتش بالتاكيد بيكون محط اهتمام صديق الاستثمار العالميه مؤسسات الاستثمار العالميه، لكن خلينا لا نغفل حقيقه هامه للغايه انه بفعل ما يحدث في اوكرانيا، بفعل ما يحدث على مستوى الاقتصاد الدولي من عقوبات وعقوبات مضاده من حرب التكسير العظام اللي مستمره حاليا فيما بين الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي من ناحيه، و روسيا وبعض الدول الاخرى التي تساند لها ابرزها بالتاكيد الصين على الجانب الاخر، بالتاكيد هذه الحرب المشتعله والعقوبات المضاده من كلا الجانبين بالتاكيد بيأثر على الاقتصاد العالمي، بيأثر ايضا على حركه التدفق الروسي للمعادن، وبالتالي ما زال معامل المخاطر في الاقتصاد العالمي مرتفع، ما زال هناك في درجه من التشكك او الخوف لدى المستثمرين ولدى مؤسسات الاستثمار العالميه عن نحو ضخ مزيد من الاستثمارات، وبالتالي ده الحقيقه اللي بيأثر على الاقتصاد العالمي ككل، بالتاكيد ايضا بيأثر على مصر، وبالتالي لا نرفع سقف توقعاتنا فيما يتعلق بجذب ارقام كبيره من الاستثمارات الاجنبيه، لانه ما زال سوق الاستثمار الاجنبي ما زال بتواجه صعوبات بالغه، لكن اتصور ان مصر على الاقل سوف تحافظ على صدارتها في منطقه الشرق الاوسط كاقصى قدره على جذب ارقام كبيره. احنا حاليا 20% من حجم الاستثمارات اللي بتاتي للقاره الافريقيه مصر اللي تحوز عليها بما لا يقل عن 9 مليار دولار، لكن مساله انه هذا الرقم يتضاعف هيكون رهن بهدوء واستقرار في الوضع الاقتصادي العالمي. أكيد طبعا دكتور، يعني نتمنى الاقتصاد المصري بتاعنا دايما يكون فوق كل التوقعات اللي ممكن تكون محطوطة ليه. شكرا لحضرتك دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. خلينا نرجع مرة تاني مشاهدينا لاجتماع الرئيس النهاردة ومتابعته لمشروع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. بينضم لينا على التليفون دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، مرحب بيك يا دكتور معنا. اهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين والمتابعين. طبعا اجتماع مهم النهارده ان الرئيس يكون بيتابع بنفسه مشروع مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه، وده بيعكس بكل تاكيد اهميه هذا المشروع والمستهدف كمان منه، كلمنا اكتر يا دكتور عن النقطه دي. مهم جدا، يمكن مشروع مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بتعتبر واحده من اكبر المدن الاولمبيه الرياضيه على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، بل هي الاكبر بالفعل.
النهارده دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حضر هذا الاجتماع واللي عقده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس الشريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه والدكتور هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والدكتور محمد معيط وزير الماليه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. النهارده كان في استعراض شامل للموقف التنفيذي لمدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده واللي طلع من خلال هذا الاجتماع فخامه الرئيس على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية وكمان بتعتبر صرح رياضي ضخم متكامل الأركان والخدمات وفقا لأعلى المواصفات العالمية خاصة على ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور. وزي ما تابعنا فخامة الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفقا للجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية. كمان صحيح. أنا عايز أوضح للسادة المشاهدين نقطة مهمة جدا، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فيها أكبر استاد كرة قدم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وبيسع ل 90 ألف متفرج. فيها أكبر ميدان للرماية، أكبر ميدان على مستوى العالم. فيها مجمع حمامات سباحة، فيها ملاعب تنس على أعلى مستوى وصممت وفقا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية. وبالتالي مستهدف إن هي تستضيف كبرى الفعاليات الرياضية في المستقبل. خلينا نقول إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي آمن بالرياضة فاعتبرها أمن قومي وكانت الانطلاقة اللي احنا كلنا شايفينها على جميع المستويات بدءا من تطوير البنية الإنشائية التحتية. فخامة الرئيس كمان وجه بجعل هذه المنشآت تكون منشآت ذات طابع اقتصادي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ده بيجي من إيمانه الشديد جدا بأن الرياضة أصبحت أحد أهم مقومات الدولة الشاملة والتي تساهم بشكل كبير جدا في دعم الاقتصاد الوطني. كمان خلينا أكد لحضرتك مش دي بس المنشأة الرياضية الكبيرة اللي عندنا، ده كمان هناك أيضا عدد من المنشآت الأخرى اللي بيتم إنشائها وكمان تطويرها، هيكون هناك في برج العرب أيضا مدينة أولمبية مثل هذه المدينة. خليني كمان أقول اسكندرية للسادة المشاهدين إن هذه المدينة هتكون مؤهلة بالفعل لاستضافة الأولمبيات إذا ما طلب مننا ذلك وهتكون يعني لها دور كبير جدا في ترجيح ملف مصر إذا ما قدمنا سواء على مستوى استضافة الألعاب الأولمبية أو حتى على مستوى البطولات العالم زي كأس العالم لكرة القدم. كمان مصر الآن أصبحت تمتلك عدد كبير جدا من الملاعب والاستادات والصالات المغطاة في كل الألعاب سواء الفردية والجماعية. خلت مصر واحدة من أفضل دول العالم استضافة للأحداث الرياضية، ومش هبالغ لو قلت إن في 2021 أو بدءا من 2019 و2020 و2021 حتى 2022 مصر استضافت عدد كبير جدا من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية. لو بدأنا من 2019 بكأس الأمم الإفريقية رقم 32 واللي استضافتها مصر، وكانت رقم 32 اللي استضافتها مصر واللي فازت بها الجزائر واللي طورنا خلالها 6 استادات على أعلى مستوى في وقت قياسي جدا خلال 3 شهور في 2020 وعند اندلاع جائحة كورونا، كان هناك دور كبير جدا من الدولة المصرية في استضافة الأحداث الرياضية. يمكن مصر الوحيدة اللي كان فيها رياضة، نقدر نقول كده احنا استضفنا العالم بالفعل في هذه السنة. إذا مصر أصبحت قبلة لكل الاتحادات الرياضية، إذا مصر أصبحت مركز إقليمي لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية. شكرا فخامة الرئيس على
كل الجهود اللي بتبذل من اجل جعل مصر واحده من افضل دول العالم، مش بس في الرياضه، لا في كل المستويات. تطوير كامل للبنيه التحتيه الانشائيه في كل المجالات، تطوير شامل وبناء وتطوير وتنميه صحيح. في كل حته في مصر. صحيح يا دكتور. طب يا دكتور، في ميعاد معين ممكن نستلم فيه هذه المدينه؟ يعني احنا متحمسين جدا جدا ان احنا نشوف المدينه دي ونعرف العالم بيها، وننزل حتى كمان يعني نشارك فيها يعني، او يعني نلعب فيها اي نوع من الرياضه يعني. فهل في مثلا ميعاد معين احنا ممكن نكون هنستلم فيها، او في ميعاد ممكن يكون ميعاد تقريبي حتى؟ خليني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين، يمكن العمل بيتم على قدم وساق. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل الوقت بالنسبه له هام جدا. هذا الاجتماع اكيد هيكون في توجيهات خاصة بالانتهاء، زي ما فخامة الرئيس وجه في القريب العاجل هيكون عندنا مدينة رياضية متكاملة صالحة لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية. كمان خلينا أقول لحضرتك والسادة المشاهدين إن هم يطمنوا جدا، احنا عندنا الآن منشآت رياضية عالمية من خلالها نقدر نستضيف كبرى الأحداث والفعاليات العالمية. يعني بتمنى لكم كل التوفيق يا دكتور في كل المشروعات اللي بتقوموا بتنفيذها، او كمان في يعني الفعاليات اللي بتستهدفوا انه مصر تكون بتستضيفها في المستقبل. نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. خلينا نروح من الرياضه مشاهدينا للتغير المناخي، واللي اصبحت القضيه يعني اللي بتهم كل المجتمع الدولي بيعني مختلف الدول باختلاف يعني ايا كان القاره اللي موجوده فيها الدولة. مصر من ضمن الدول الحقيقة اللي أخذت الموضوع على محمل الجد جدا وأطلقت استراتيجية للتغير المناخي. النهاردة مجلس الوزراء وتحديدا المركز الإعلامي ليه نشر إنفوجراف أو تقرير بيوضح فيه أهم ملامح الاستراتيجية الخاصة بتغير المناخ، وبيسرد ما قامت به مصر علشان تواجه القضية المهمة دي. أعلن واتكلم على فكرة أن مصر أطلقت السندات الخضراء بقيمة كبيرة جدا، تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والسندات الخضراء هي بتمول المشاريع اللي هي صديقة للبيئة، وده باين طبعا من اسمها ان هي سندات خضراء. كمان مصر بتعمل على خفض الانبعاثات، وان هي تكون بتتوجه نحو الاقتصاد الاخضر بصفة عامة، ومشروعاتها سواء اطلاق العربيات في المستهدف اللي بتشتغل بالطاقة الكهربائية او كمان بالغاز. فاحنا شايفين ان هي استراتيجية متكاملة. خلينا نوضح لحضراتكم الأهداف اللي بتقوم عليها الاستراتيجية. أولا نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات. تنمية يعني منخفضة الانبعاثات، بمعنى أن كل المصانع وكل الشركات اللي يعني هيتم إنشائها في المستقبل تكون منخفضة الانبعاثات علشان ما ينتجش عنها تلوث في الهواء. كمان بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. طول الوقت المناخ بيتغير، وطول الوقت لازم يكون عندنا القدرة على التكيف مع التغير ده. وكمان من ضمن الأهداف هو تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية المختلفة. يعني يكون كمان عندنا في الاعتبار ان احنا نمول كل الأنشطة والمشروعات اللي ليها علاقة بالمناخ بشكل مباشر. ده اتجاه يعني مصر بتاخده بشكل كبير جدا نحو تغيير المناخ يعني، او نحو ان احنا نكون بنحسن المناخ بتاعنا في الفتره اللي يعني اللي احنا بنعيشها دلوقتي، يعني من تغييرات كبيره بتحصل في العالم في ملف المناخ بالذات. النهارده برضو في ضمن برضو الاخبار اللي ليها علاقه بالمناخ، فلاقي برضو وزير الخارجيه دكتور سامح شكري المعين ان هو يكون الرئيس ال 27 لمؤتمر المناخ اللي هتستضيفه مصر في شرم الشيخ اللي هو كوب 27. راح النهارده مدينه بون الالمانيه علشان يشارك في الدوره 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين للاتفاق الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ. المفروض في الدورة دي يعني احنا هنكون بنستعد يعني او بنستقبل على كلام السفير احمد حافظ ان يكون في توقيع لهذه الاتفاقية اللي هتحصل في شرم الشيخ. معانا برضو على التليفون الدكتور محمد علي فهيم رئيس مجلس معلومات تغيير المناخ والطاقة، يكلمنا اكتر على الزيارة دي وعلى كل الملفات اللي طرحت فيها. ازي حضرتك يا دكتور؟ مساء الخير استاذ مايكل. اهلا بحضرتك. احنا كنا حابين نعرف من حضرتك شايف ازاي توجه وزارة الخارجية عامة الدكتور سامح شكري في ملفات المتعلقة بالمناخ. طبعا زي ما حضرتك قلت في المقدمة ان مصر ان شاء الله نجحت انها تستضيف المؤتمر رقم 27 لمؤتمرات الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ،
اللي اسمه كوب 27 ان شاء الله يكون في شرم الشيخ نهايه هذا العام، يعني تحديد يعني في النص في بدايه النص الثاني من نوفمبر. عشان نبسط الموضوع اللي برضه للناس اللي بيسمعوا موضوع تغير المناخ، طبعا الكل شايف ان مناخ مصر اصبح مش هو المناخ اللي متعودين عليه من سنين مش طويله يعني. بالظبط، في تغير واضح. هذا التغير ان كان بيأثر علينا احنا يعني كبني ادمين شويه، ان الشتاء بيكون بارد سنه ولا الصيف حر سنه، ولكن بيأثر كتير جدا على انشطه اقتصاديه مهمه في البلد زي الزراعه أكيد. واحيانا ممكن يعمل مشكله كبيره للمحصول زي ما حصل السنه اللي فاتت المانجا والسنه شويه والزيتون ومحاصيل اخرى حتى الخضر. لو انتم ملاحظين ان طماطم غليت شويه قوي في شهر رمضان وما بعد رمضان بسبب ان البرد الطويل بتاع الشتاء اخر دخول علمتين كان المفروض يخش في الانتاج. فالنهايه هلاقي ان لا، المناخ التغير بتاعه حتى لو احنا مش حاسين بيه قوي، ولكن بدا ياثر على كتير من الانشطه الاقتصاديه زي ما قلت زي الزراعه، وبدا المستهلك او المواطن البسيط خالص اللي احيانا مش مستوعب كلمه تغير مناخ بدا يتاثر، يعني بدا يشتري طماطم غاليه، بدا احيانا ما يلقاش فاكهه كانت في المتناول زي المانجا او غيرها ممكن ما يلقاهاش. الحاجات دي كلها جعلت مصر تهتم اهتمام كبير جدا بهذا الملف، ملف التغيرات المناخيه. وبيكون التحضير للمؤتمر القادم تحضير على قدر المسؤوليه، بنمثل الحمد لله في الجمهوريه الجديده بقى لها علامات مهمه ومضيئه في ملفات كتير على المستوى حتى الاقليمي والمستوى الدولي. ان شاء الله ملف تغير المناخ، مع اني انا كمصر غير مساهم تماما في الانبعاثات، تخيلي حضرتك ان سنويا يتم ضخ اكثر من 50 مليار طن ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب الانشطه الصناعيه للدول المتقدمه. 50 مليار طن ثاني اكسيد الكربون، الصين بتساهم ب 30%، الولايات المتحده 15%، مظبوط، الهند 10%، الاتحاد الاوروبي 8% وهكذا. ودي من نقطك دكتور اللي يعني تم ذكرها في الاستراتيجيه اللي مصر اطلقتها لتغير المناخ، وعايزه اقف مع حضرتك عند الاستراتيجيه، واكيد حضرتك مطلع على اهدافها واهم ملامح الاستراتيجيه دي. من وجهه نظرك ايه اهم الملامح الخاصه بيها؟ انت عارف قلتي ان في هدف مهم جدا اسمه التنميه منخفضه الانبعاثات. مظبوط. يعني ايه منخفضه الانبعاثات؟ يعني لما اعمل مصنع او اعمل نشاط اقتصادي جديد ما ينتجش عن هذا النشاط تلوث، اللي هو الادخنه اللي بتطلع اللي هي في الاخر هي غازات احتباس حراري بتروح للغلاف الجوي. طب انا مصر ما بتهمش اصلا، طب ليه اعمل الانشطه بتاعتي؟ ما هي انشطه مكلفه، يعني النشاط العادي التقليدي ما بيكونش مكلف زي النشاط اللي بيراعي البيئه. بعمل كده ليه؟ لان اصلا مصر أمن الملف ده كويس، وحتى الوقت الأوقات حتى الاستثمارات الأجنبية لما تيجي تنزل على بلد هتنزل على بلد منخفضة الانبعاثات حتى لو كانت هي ما بتسهمش. فاحنا بنبص لقدام. نقطة مهمة كتير جدا من الناس المواطنين قاعدين بيتكلموا، هو ليه الدولة مهتمة قوي بالمحاور والطرق بالطريقة دي؟ مظبوط. لأن في جزء منه مهم رايح ناحية التغيرات المناخية. التركيز والكثافه الكبيره والتكدس في الطرق بينتج عوائد من السيارات، غير ناهيك عن انه بيلوث الجو في المدن الكبيره الى انه بيزود من انبعاثات مصر. انا عاوز امن من الانبعاثات، عشان ده شرط رئيسي عشان اتلقى منح واتلقى دعم من الدول دي عشان اعالج المشاكل بتاعه التكيف. وكمان شايفين مشروعات النقل الاخضر كمان يا دكتور بالتوازي مع الطرق، شايفين المشروعات اللي هي زي القطار الكهربائي والمونوريل وكل المشاريع اللي تعتبر يعني نقل اخضر ونظيف. في النهايه مصر كدوله زي ما قلت لحضرتك هي قريت ملف التغيرات المناخيه كويس، اطلقت استراتيجيتها من حوالي اسبوعين، استراتيجيه الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. هذه الاستراتيجية تضع في الاعتبار خطورة عريضة واضحة جدا، أن كل الأنشطة أو كل المشروعات الممولة من الخزانة العامة بحلول 2030 ستكون مشروعات خضراء، يعني منعدمة أو قليلة الانبعاثات. فيكون هناك احنا الطرح الأول حضرتك زي ما قلت الطرح الأول للسندات الخضراء كان 750 مليون دولار، وده يعني الدولة الوحيدة في المنطقة اللي بدأت تطرح سندات خضراء للاستثمار الأخضر،
والناس لازم تفهم كلمة استثمار أخضر يعني إيه؟ يعني مش هعمل مصنع تاني يطلع أدخنة وتلوث، مش هسمح إن يكون في محطات لإنتاج الكهرباء تكون شغالة بالسولر أو بالفحم وهكذا. فدي كلها مشروعات الآخر هي بتكلف مصر، ولكن ده أنا بعتبره استثمار مؤجل، نتيجته هتكون نتيجة كبيرة جدا، والجنيه اللي مش هيدفع دلوقتي في مثل هذه المشروعات والأنشطة هيدفع 10 جنيه بعدين ومش هيقضي نفس الغرض. عشان كده يعني الناس لازم تستوعب وتفهم هي الدولة بتعمل إيه، ودي الدولة مهتمية بالمحاور والطرق وفك الاشتباك الكبير اللي كان في المدن اللي كان بيضيع وقت وضيع على الدول على الدولة مليارات الجنيهات في استهلاك بنزين وطاقة وزحمة وتعطيل أعمال الناس. الكلام ده كله ليه سعر وليه ثمن على مستوى الدخل الاقتصادي القومي للبلد. فكل الحاجات دي الدولة بتقوم بها مشكورة وبتقوم بها بالمناسبة المفروض تقوم بها كمشروعات ومنح من الدول، لكن هي بتقوم بها بالميزانية العامة بتاعتها. فكل النقط دي نقط مهمة جدا لازم الناس تعرفها بكل تأكيد. طب دكتور محمد، كنت برضو حابة أسأل حضرتك، يعني هو حضرتك بتكلم برضو عن جهود الدولة وأكيد الموضوع فيه جزء منه يعني يقع على وعي الشعب، يعني هل في مثلا حاجة احنا ممكن نكون بنعملها مثلا ليها علاقة بالتوعية مثلا لممارسات احنا ممكن نكون بنعملها تكون بتضر بالمناخ بتاعنا؟ في بص أقول لحضرتك حاجة، دي النقطة اللي برضو كان مفروض نركز عليها. أنا بشكر جدا طبعا السي تي في قناه القناه المحترمه الوطنيه التابعه للكنيسه المصريه ان بتركز على ملفات تهم الناس وتوعيهم وتعرفهم. هو طبعا ملفات مهمه جدا، ملف زي التغير المناخي، ومهم جدا التوعيه للناس للمواطن البسيط اللي ماشي في الشارع. انت ليك حق في بيئه نظيفه بدون تلوث، وفي نفس الوقت عليك مسؤوليه. خلينا نتكلم في الحق ان الدوله تعمل طرق وتعمل محاور وتفتح هذا الاشتباك وتعمل مشروعات قوميه كبيره زي استصلاح الاراضي وزي مشروعات محطات المعالجه بتاعه المياه اللي دفعت 20 مليار جنيه في محطه مياه البحر البقر عشان اجيب مصدر مياه غير تقليدي نظيف واتخلص من التلوث اللي كان عامل مشكله من حاله المنزل وعامل مشاكل لكل منطقه شرق الدلتا. كل الامور دي بتقوم بها الدوله بدون مقابل، يعني بدون مقابل من مين؟ لا من المواطن ولا من الدول اللي بره. ففي الحاله دي كل هذه المشروعات هي لصالح حياه الجيل والاجيال اللي جايه. كمان مره بقول لحضرتك المواطن البسيط عليه مسؤوليه في ايه؟ عليه مسؤوليه بسيطه جدا. سيادتك بتدفع فاتوره الكهرباء، بدفع فاتوره الكهرباء. طيب انت لو استخدمت، يعني انا بكلم حضرتك انا في مكتب، انا مش منور غير لمبه واحده مع ان ده مكتب حكومي. ليه انور ليه افتح الكهرباء يعني لمبات كتير او في مكاتب كتير انا مش محتاجها؟ ليه لما اجي استخدم الميه الصبح افتح الميه انزل 5 لتر و10 لتر و15 لتر بدون داعي؟ فالترشيد انا بتكلم عن شعب مصر، احنا عددنا كبير. فالاجراء اللي المواطن الواحد هيعمله هيتضرب في 110 مليون مره. لو وفرت لتر ميه هوفر 110 مليون لتر صباحا. ده المفروض يبقى مردوده على البلد وعلى الناس قد ايه؟ كان عليا التزامات عايز اقول صعبه، وبالعكس في الاخر انا اللي هستفيد، ولكن الناس عليها التزامات. لازم نشره الالفاظ قبل ما تطلع من بيتك الصبح تكون قبلها بيوم عارف الحراره وعارف الظروف الجويه ماشيه ازاي عشان ما يحصلش مشكله حراره عاليه مش عارف حسابك. ما يكونش مطر في الشتاء والناس تعلق في الشوارع ويروموا على الاخر اصل البلد اصل الميه اصل انت يعني المفروض انت قاير وشايف الظروف ماشيه ازاي. هذه ثقافه لازم تبقى في وعي الشعب انه يكون مطلع على هذه الامور، لازم يعرف عينيه التغيرات المناخيه وتاثيرها ايه، وعارف ايه الاجراءات اللي الدول بتاخدها ايه. لازم يكون مساهمتنا كلنا بدون استثناء كبير او صغير، مثقف او غير مثقف، مساهمتنا تكون ايجابيه، لان احنا ما عندناش بلد غير دينا، ولو عندنا بلد ثانيه نروحها ما فيش مشكله. اكيد يا دكتور، اكيد. متشكرين جدا، يعني متشكرين لحضرتك، يعني دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغيير المناخ والطاقه، ادتنا افكار كتير جدا عن التغيرات المناخيه اللي موجوده دلوقتي، وعن برضو بعض الافكار المفروض احنا كمواطنين يعني نكون بنتبعها عشان نحافظ على المناخ اللي موجودين فيه. طبعا احنا بكده نكون خلصنا يعني فقرتنا الاخباريه النهارده، لكن لسه اليوم مخلصش ولسه عندنا فقره مهمه جدا وكنا بنتكلم مع حضراتكم فيها في اول الحلقه، وهي فكره الجرائم الالكترونيه. ايه هي الجرائم الالكترونيه، وازاي اعرف اذا كنت انا بمارس واحده فيهم او لا، وازاي اعرف اخد حقي لو اتمارس عليا نوع من انواع الجرائم الالكترونيه دي؟ كل الكلام ده هنعرفه بعد الفاصل، فانتظرونا.